سلام البنات، مرحبا بكم في قناه شيف نبيلة تيزاد. اليوم جبت لكم سوب هايله، سوب مونتي بلا بوم دو تير، بنينه بالبزاف وحاجه اللي مليحه فيها سهله في التحضير، ما تشدش الوقت بالبزاف. الوغ باش نديروا هاد الوصفه نوجدوا المقادير اللي هما حبه بصل تاع صغير، لي كاروت حبه زروديه، بطاطا قص خمس حبات، شويه فرماج 100 غرام، كزبر وثوم وشويه تاع لاكريم فريش والكرافس. نبداو بسم الله. دونك نسخن لاكاسرول تاعي، ندير البصل ديالي يسخن، توجور لازم تسخن لاكاسرول، ماديرش بارد في بارد. نقلي بيان البصل ديالي، نضيف حبه زوديه، ما ديش بزاف زوديه باش ما يبانش فيها هذيك تاع زوديه، هي سنسوب تاع لا بوم دو تير فورمونتي. نزيدو شويه تاع كرافس، قص 3 سنينات تاع الثوم، نحرك ندير لاسيزونمون، ندير غير فلفل كحل وملح وشويه غومارا، لا عندك الغومارا في الدار هذا ما كان. شويه بس ماشي بزاف تاع الغومارا. نزيد لها قص كاس تاع الماء مسخون، نزيد البطاطا تاعي. هذاك كلش كمل الحرك، دوك نمرقها، ندير لها قص اليتر ديمي تاع الماء. دوك نخليها نديرلها لغطا ونخليها ساعة. بعد ما جات نص ساعة نشوف البطاطا تاعي، وها نديري في لاكاوت ولا طابت، مكانش حاجة تشد الوقت. البطاطا سهلة تعطي سهلة في طياب، لاكاوت تاني نفتح الميكسور ونمكسيها. وهنايا إلا شفتي ناقص الماء، ناقصة في الماء تقدري تزيديها. نديرو
هي سهلة التحضير وبنينة بالبزاف، ما تشدش كاع الوقت. نضيفوا لها الصبر، الصبر يعطي لها واحد البنة. تقدري هكذايا تسربيها بلا فخوماج بلا كريم فريش، بنينة بالبزاف. لا ماشي متوفر عندك الفخوماج ولا كريم فريش. الوغ نضيفو شويه ما ايضا ثقيله، نضيفو 100 غرام تاع فرماج، على الخام نضيف لها لا كريم فريش. بون كنصيحه، لا كريم فريش ايباس، هذه لي ايباس ماشي ليكيد، ايباس لازم ما تخليهاش بزاف على النار، كي ديريها لازم تنحي الماكله تاعك، ولا ليكيد تقدري تخليها على النار. دونك نطفي لا سوب وندير لها اون كويير سوب تاع لا كريم فريش. هاي وجدت معنا لاصوص ديالنا خلاص، صدقوني شهي. هلا نسربي هادوك في لاسيات، ها شويه زيت الزيتون، تاكلوها بصحه ولهنا ان شاء الله. نتمنى عجبتكم الوصفة ونتمنى تجربوها وتدعوا لي في الكومنتير، ونطلب منكم ديروا لي لايك ابوني بارطاجي، هذا تشجيع ليا. انا نقول لكم على خير على بروشين فيديو ان شاء الله.